كان واحد شنو دقيقة دقيقة يلا بقى مفيدك اليوم المجمع الفقهي العراقي قام بإغاثة إلى منطقة وادي حجر في الساحل الأيمن، والإغاثة كانت تتجاوز 1000 سلة غذائية و1000 دبية نفط و1000 مياه شرب أيضا لهذه العوائل في هذه المنطقة. من خلال التجارب السابقة وجدنا أن الاعتماد بعد الله سبحانه وتعالى على الوكلاء هو الأفضل في السيطرة على التوزيع ووصول المواد الغذائية إلى أهلها. فهذا أحد الوكلاء في منطقة وادي حجر، كيف أنزل المواد في المخزن العائد له، وثم سيتم توزيعه وفق القسائم والقوائم الموجودة عنده. الحقيقة لا زالت منطقة وادي حجر وقد تكون مناطق أخرى في الساحل الأيمن أصعب حالا من وادي حجر، لا زالت هذه المناطق تحتاج إلى دعم وإلى إغاثة واسعة لغرض تمكين الناس من الحياة ولو بالدرجة البدائية أو الدرجة البسيطة، لعل الله سبحانه وتعالى من خلال ما يقدمه الأغنياء ومن خلال التراحم الذي يجب أن يتواجد بين جميع الناس أن يكشف هذه الغمة عنا، يعيد الناس إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى بيوتهم سالمين آمنين. الناس بحاجة إلى المواد الغذائية وإلى النفط وإلى ماء الشرب، والكل تعرف أن هذه الفترة الماضية كم عانوا أهل الموصل وخاصة المناطق المحاصرة حاليا، وخاصة المناطق التي لم يصلها لحد الآن أي شيء، ونحن في قلوبنا معهم، ونسأل الله أن يفرج عنهم بأسرع وقت ممكن، لأننا جميعا ذقنا مرارة الحصار ومرارة الجوع لأطفالنا ونسائنا ورجالنا ومشايخنا. حقيقة الأهالي الموصل الأيمن بحاجة لهذه المساعدات بسبب ما عانوه من جوع وظلم داعش. نوصي ومن هذه من هذا المنبر من قناة الموصلية إلى أهالي الموصل أو إلى أغنياء الموصل وإلى التجار وإلى أصحاب الخيرات أن يبادروا لمساعدة أهلهم وناسهم في الموصل الأيمن ويوصلوا المساعدات الغذائية وما يحتاجونه. جئنا بأكثر من 1100 حصة غذائية وزعت على منطقة وادي حجر على جميع العوائل الموجودة هنا بطريقة منظمة ومرتبة. يستطيع الواحد من العوائل أن يأخذ الحصة الغذائية وكذلك النفط الأبيض والماء الصالح للشرب ومادة الصمون لكي يتسنى له العيش بهذه الحصة المدة التي يستطيع العيش بها. هذا هو دأبه، والمجمع الفقهي العراقي من الأيام الأولى كان له الحضور الدائم في مشاركة أهلنا في معاناتهم ومحنتهم ومأساتهم، فنحن نهيب بالأخوة الميسورين أن يمدوا يد العون لإيصال التبرعات للمجمع الفقهي العراقي ليقوم بدوره في إيصال الإغاثة إلى إخواننا الذين يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية وفي الماء الصالح للشرب وفي المواد الوقود. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الرحمة والرأفة بين قلوب المؤمنين وأن يتعاونوا بينهم حتى يتجاوزوا هذه المحنة، ونسأل الله أن تعاد الأمن والأمان إلى منطقة الموصل بعد تحريرها بالكامل من إرهابي داعش. احنا من أهل وادي حجر استلمنا المساعدات من المجمع الفقهي الأعلى، وكانت مواد الرئيسية اللي يعني احنا نستفاد منها يعني الغاز والماء ووجبة غذائية، وكانت الطريقة سهلة ونظام وعن طريق الوكيل عن طريق قسائم بالوكيل، يعني حتى لا يصير ازدحام ولا يصير زخم على الهاية. نشكر كل من ساهم وقام بهذا العمل الخير عن طريق المجمع الفقهي وساعدونا، والحمد لله والشكر، واحنا ممنونين من عندهم. يلا 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 يلا